عندنا مشاهدينا ومشاهدين قناة شوف تي في، اهلا وسهلا ومرحبا بكم. صباح الخير عليكم، نتمنى نهاركم يدوز بخير وعلى خير. مباشرة من مدينة شريبكة في الجولة الصباحية الجميلة، الأجواء المثيرة صراحة. صبيحة هذا اليوم نرحب بكم ونقول لكم نهاركم مبروك وبداية أسبوع موفقة إن شاء الله، كنتمناها لكم بالخير والتيسير إن شاء الله. كل حبابنا وصحابنا وخوتنا ناس خريبكة، ناس الكرام والجود، أنا معكم في الجولة الصباحية المباشرة، كنحاولو نحطوكم في الصورة من قلب الحدث باش تعيشو معنا الأجواء المباشرة. كنتمنى ان كل واحد يقول لي الاجواء اللي كاينه في المدينه عنده. بالنسبه للولاد وبنات خريب كيقولوا لنا اللي عايشين في مدن اخرى واللي عايشين خارج ارض الوطن، صراحة أجواء جميلة صباح هذا اليوم. هذا ما كاينش داك البرد القارس، حنا الآن بالقرب من ساحة مرجان، ساحة ديال إلسي وايكيكي. كل من التحق بنا الآن مشاهدينا ومشاهدين قناة شوف تي في، كما نقول لكم صباح خير عليكم، نهاركم مبروك إن شاء الله. نتمنى تكونوا نعستو مزيان وارتاحيتو شوية، أكيد ولاد وبنات خريبكة كيعرفو هاد المكان مزيان. هادو إقامات الفردوس، الآن بالقرب من تاسو افريقيا ومالطو، بالنسبة للجو اليوم فهو معتدل، مكيناش حرارة وما كاينش
داك الجو البارد دائما كنحاول نحطكم منقل بالحداث بالنسبة للولاد ولاد أفريكا اللي كيعيشوا خارج أرض الوطن، حتى اللي عايشين في المغرب مثلا في مدن أخرى غير الدراسة والعمل. فكنبغيو نحاول نقربكم من الصورة ديال المدينة ديالكم وكيفاش داير الأجواء. وينكم حتى نتوما تشاركوا معنا وتقولنا الأجواء كيفاش دايره عندكم في المدن اللي تسكنوا فيها. من هنا مشاهدينا من هذا المكان من شارع محمد السادس مدينة فريكا، وهذه الأجواء الصباحية الجميلة من هنا مشاهدينا من هذا المكان من شارع محمد السادس. كما نقول لكم كان معكم مراسلكم مراسل قناة شوف تيفي من بيت فريكا مروان الدويش.